تارك حرب شباب، معكم شركيال شركي كيف جاركم فيديو جديد. شباب فيديو اليوم جاركم شرح لغز ماب الزومبي الجديد ببلاك اوبس 4 انشنت ايفل كامل. فمثل ما عودتكم بالبداية في اشياء اساسية لازم تسووها او الخطوة صفر، اللي هي انك تفتح التطوير اول شيء بالماب، بعدين تبني الدرع، بعدين تطلع قنبلة بيجاسس او المونكي الجديد، واخر شيء انك تبني الاربع اسلحة الاربع قفازات وتطورهم. فما راح اشرحهم بهالفيديو، ولا مدة الفيديو راح توصل ساعة. سويت فيديو منفصل شرحت فيه هالاشياء كلها، الفيديو بطالع فوق على التعجب او اول لينك موجود بالوصف تحت. مجرد ما تتعلم هالاشياء وتسويها يمديك تبدأ بحل اللغز، بس الخطوة الاولى من اللغز يمديك تسويها مع هالاشياء. فشوفوا الخطوة الاولى اول شيء، بعدين روحوا شوفوا هديك الاشياء. متتركم اول لينك بالوصف او التعجب فوق على اليمين. فاتمنى شباب قبل يبدأ الفيديو تدعم الفيديو بزر اللايك، والله جدا تعبني هالفيديو. بشكل عام شروحات حل الغاز اكثر انواع فيديوهات تعب اسويها بحياتي، بس ما في مشكلة، اهم شيء اني افهمكم اخر شيء كيف تحلوا اللغز وتفوتوا وتحلوه. فيلا خلينا نبدأ بالفيديو. طيب الخطوة الأولى هي إنكم توصلوا 6 تحديات إيبك أو تسووا 6 تحديات لآخر مستوى. هي فيكم تبدوها من بداية الجيم. شايفين النار اللي ورا هاي الكبيرة لازم يصير لونها أزرق. وأنتم شايفين أول شيء كانت حمراء، بعدين حمراء مع أزرق، شوي شوي قاعدة تصير أزرق، وآخر شيء بتصير أزرق بشكل كامل. وأنتم شايفين هلا النار صار لونها أزرق بشكل كامل، هيك المفروض تصير. طيب مثل ما قلتلكم لازم تسووا 6 تحديات إيبك. كيف تسووا التحديات أو كيف تفعلوها؟ في مكانين تفعلوا من التحديات، يا اما بالبداية عند الاوراكل في هالشيء بالنص اضغط عليه مربع وراح يدفع لكم تحدي، او بمنطقة الباك بانش تروحوا هنيك وفي كمان نفس الشيء عند النار الزرقاء، بس تفعلوا التحدي راح يطلع لكم تحدي قدامكم، راح يكون بسيط مثلا لا تاخذ دمج، اقتل الزومبي هيد شوت من هالتحديات. فالتحديات كلها للاعبين كلها نفس الشيء. فلما تسووا اول تحدي صحيح راح تلاقوا انه صار عندكم لونه ازرق التحدي، بس لونه ازرق وخلص تحدي روحوا مره ثانيه فعلوا تحدي ثاني راح يجيكم تحدي واحد ثاني، فلازم تسووا كمان تحدي ثاني بشكل صحيح، راح يصير بعدين عندكم مستوى تحدي ليجندري لونه بنفسجي مثل ما شايفين. فالمهم بس يصير لونه ليجندري روحوا فعلوا التحدي مره ثانيه راح يجيكم تحدي ثالث، سووا كلكم بشكل صحيح وراح يصير رير، معناته خلاص الكل عنده التحدي المستوى الاخير. بعد هيك ارجعوا عند النار خذ الهديه تبعك، وبالتالي بس كلكم رحتوا عند النار واخذتوا الهديه تبعكم على ايبك خلصتوا 4 تحديات، باقي لكم 2، فبس لاعبين كمان يوصلوا ايبك وخلاص مجموع تحديات ايبك 6، النار راح يصير لونها ازرق ويمديكم تكملوا. بس تصير النار زرقاء وكل شيء تمام، تعال عند النار اضرب رمح الدرع بالنار، راح يصير الرمح عليه نار لونه زرقاء. انتم شايفين قدامكم لو شلت الدرع من ايدك راح تروح النار، فخلك ماسك الدرع بايدك. المهم تعال اول شيء على منطقة الجسر راح تلاقي في صخرة عليها زيت ازرق، اضربها بالرمح وهيك خلصنا الخطوة. بعدين روح لعند منطقة انترسكشن، شوفوا الاسماء فوق على اليسار لو ضوعتوا او مو حافظين الماب. المهم منطقة انترسكشن اللي جنب بيرك زوس راح تلاقي في عندك زيت هون، اضربها كمان بالرمح وراح يختفي الزيت او المي ما ادري شو بالضبط. المهم هذا المكان الثاني، والمكان الثالث والاخير قريب من هالمكان، ما راح اقص ولا اسرع، اورجيكم كيف تروح من المكان الثاني للثالث. انتم شايفين قدامكم هلا المكان الثالث عند بيرك زوس بالضبط، يعني فوقه بشوي، اضرب الزيت اللي موجود هون على الحيط راح يختفي، بعدين راح تشوف هالشعار طلع لك ورا، وهيك بنكون خلصنا من الخطوه. الخطوة اللي بعدها تحتاج قبضة الدم مطورة. قلت لكم أول شيء لازم تطلعوا كل قبضات مطورة وجدا سهلة. فالمهم بس يكون عندك قبضة الدم مطورة، تعال لهالمنطقة جنب بيرك زوس بالضبط، اضرب هولد اللي هي تسحب 4 طلقات، اضرب ضربة على الأرض راح تلاقي إنه في بقعة دم على الأرض، وقف فيها راح تصير شاشة عندك أبيض وأسود، وراح تلاقي التماثيل هي بعض عيونها لونها أزرق، مو كلهم، بعضهم راح تلاقي عيونهم لونها أزرق، بس تشوف شو لون عيونه أزرق اطلق عليه بشكل جدا سريع قبل لا تسكر عيونه. فمش شايفين هلا سوي نفس اللي أنا قاعد أسويه بالضبط، بس يروح مفعولها مرة ثانية، اطلق على الأرض وقف فيها راح تصير شاشتك ابيض واسود، ودور على التماثيل لعيون لونها ازرق. ف يمكن تحتاج منك 3-4 هولدات حسب سرعتك، فينك تسويها من اول مره لو ما ضوعت ولا واحده. فالمهم بس تجيب عدد معين راح تحس هزه بالماب وراح تعرف انه خلصت من هالخطوه.
طيب الخطوة اللي بعدها هي خطوة تثبيت الدوائر أو تثبيت الحلقات. يعني راح تشوفوها بالضبط في 3 أماكن سرية وراء الحيطان لازم تكشفوها. كيف تكشفوها؟ هذا المكان الأول بس تطلق على الحيط راح ينكسر الحيط وراح تشوف إنه في مكان سري مثل جوات ومثل دوائر قاعدة تتحرك. فعليك تسوي إنك تثبت الدائرة الصغيرة اللي فوق مع الدائرة الكبيرة اللي تحت عن طريق الرمح. بس تشوف الدائرة الصغيرة اجت فوق الكبيرة اضربها بالرمح وراح يثبتوا مع بعض مثل ما شايفين قدامكم. جدا بسيط. هاي المكان الأول. المكان الثاني مثل ما شايفين عم بوديكم عليه حاليا. الأولى سهلة مثل ما شايفين. الثانية والثالثة شوي أصعب. فالمكان الثاني هون تعال كسر الحيط. بعدين راح تلاقي إنه في دائرة صغيرة قاعدة تمر كل شوي جنب الدائرة الكبيرة. بس تكون بنصها بالضبط ارمي الرمح وراح يتثبتوا مع بعض. عادي تحاول مرة اثنين ثلاثة مو هي من اول محاولة وخلاص. فانتم شايفين هلا المحاولة الثانية نحن ثبتوا مع بعض وخلصنا منها. هلا باقي لنا المكان الثالث والاخير اللي هو اصعب واحد نوعا ما اللي هو هون مثل ما شايفين في مثل شباك. اضرب او اطلق على يمين الشباك راح يتكسر الحيط وفي مثل دائرة صغيرة عم تمر جنب الدائرة الكبيرة. هي اصعب واحدة فكون دقيق فيها نوعا ما وخلي الاربع لاعبين كلكم تسوها مع بعض. فبس تجي الدائرة الصغيرة فوق الكبيرة ارمي الرمح وراح يشبكوا الاثنين مع بعض وهيك كون خلصنا من الخطوة. او مو خلصنا في الخطوة الاخيرة اللي هي انك تروح مثل ما شايفين هلا قدامكم. شوفوا اسماء المناطق فوق على اليسار لو ناسين. تعالوا على هالمنطقة راح تلاقي في 4 تماثيل قاعدة تلف. لما التماثيل كلها تطلع لجوا ارمي الرمح على النص ورا البلورة. ورا البلورة في مثل دائرة كبيرة بس التماثيل كلها تطلع لجوا ارمي الرمح عليها وراح تخلص الخطوة. اذا ما كنت دقيق بس خلك ارمي 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 الرمح سبام شي 5-6 مرات وراح تزبط واحدة منهم اكيد. جدا سهلة. بس تجيبها صح راح تشوف في هزة بالماب وراح تلاقي البلورة بالنص جاي عليها اشعاعات من كل مكان. طيب الخطوة اللي بعدها هي انك تطلع قطعة بير كراع العلقانة. الحين راح تشوفوها في قطعة موجودة على البلورة هون دائما مكانها موجود هون علقانة بهالمكان. كيف تطلعوها؟ لازم تجيبوا الوحش ابو 6 ايادي ولازم الوحش ابو 6 ايادي يطلع مثل شعاع من الدرع تبعه على القطعة هي لتنزل. فهي الخطوة نوعا ما مستفزة لانك يعني ما يمديك تسوي شيء، تبي الوحش هو اللي يسوي هالشيء. فعليك انك توقف عند القطعة وتطلق على الوحش. كل شوي تجي توقف عند القطعة وتطلق على الوحش على امل انه الوحش يطلع الشيل تبعه ويطلق الشعاع عليك. فمثل ما شايفين انا هون قاعد احاول واحاول واحاول للاسف قاعد يرمي علي الرمح ما قاعد يسوي الشعاع. فيفضل تكون شوي بعيد عنه. لو بعيد عنه شوي ممكن يسوي الليزر، لو قريب منه راح يضربك. فانتم شايفين هلا صاحبي اجى هون وقف وقاعد يطلق عليه. فعليا الوحش مسك الشيل تبعه وطلق الشعاع عليه وصاحبي بعد باخر ثانيه وخبطت بالقطعه ونزلت وبكل بساطه تكون خلصت. هالخطوه نوعا ما مستفزه لانه اول شيء تبي يجيك الوحش ابو 6 ايادي وثاني شيء تبي انك الوحش يضرب الشعاع بالمكان الصحيح. فالمهم هي القطعه نزلت. تعال اضغط عليها مربع خذها وبعدين روح على بير كراع اضغط مربع عليه على ايده اليسار وراح تحط القطعة بإيده وفينا نروح على الخطوة اللي بعدها. طيب الخطوة اللي بعدها يبي لها شوي تركيز. تحتاج القفاز الأخضر تبع الأرض يكون معاك مطور ولازم تجي على منطقة البداية شايفينها قدامكم حاليا. فتجي على هالمنطقة توقف على الدرج بالضبط وبعدين في مثل شعارات لازم تطلق عليها. أول شعار مثل شايفينه قدامكم طخيت عليه من شوي. بعدين اطلق نفس المكان أنا قاعد أطلق عليه هون بالضبط. بعدين اطلق على نفس المكان أنا قاعد أطلق هون عليه بالضبط. راح اعيد بالتصوير البطيء لتشوفوا الاماكن لازم اطلق عليها بالضبط. هاي اول واحدة بكل بساطة طلقة هون. المكان الثاني ايم بالنص، لا تايم لا فوق ولا تحت، ايم بالنص واطلق وراح يطلع من سلاحك طلقتين راح يتوزعوا تحت وفوق. هم شايفين في شعار فوق لازم تطلقه وشعار تحت لازم تطلق عليه. فالمهم الطخة تبعك توزعت على الجهتين. بعدين تعال هون في 3 شعارات يمديك تجيبهم كلهم بطلقة واحدة، ايم بالنص بيناتهم طلقاتك راح يتوزعوا عليهم كلهم وبكل بساطة راح تكون خلصتها. لو حاولت تطلق كل شعار ما راح تسويها صح. فمتى لكم ايموا نفس الاماكن انا كنت قاعد ايم فيها. راح يطلع لك الوحش ابو 6 ايادي، كان عليك تسويه انك تذبحه وبعدين راح ينزل من ايده مثل رمح. كان عليك تسويه انك تاخذ هالرمح وتجي تحطه على الدوائر الذهبية الموجودة على الارض قدامكم هون. بس اضغط مربع وبعدين مجرد ما تحطه هون الخطوة الصعبة اللي يبالها شوية تركيز. مثل ما شايفين مجرد ما حطينا الرمح طلع مثل شعاع ذهبي على الارض. هذا بتغير من جيم لجيم. انا الجيم عندي اجى الشعاع الذهبي بهالمكان.
فاللي علينا نسويه انه نجمع 3 علامات زرقاء على الشعاع هذا بشكل مخفي. الحين راح تفهموا. اول شيء لازم تجيبوا زومبي كهربائي، مجرد ما يجي زومبي كهربائي تدخلوه جوا الدائره وتذبحوه. بعدين راح ينفتح عنكم المربع شايفينه قدامكم، وفي شعارات قاعده تتغير اماكنها كل شوي، بينهم شعار واحد لونه ازرق. لازم الشعار الازرق تجيبه على الشعاع الذهبي الموجود هون، لازم تتوقع متى الشعار الازرق موجود على الخط الذهبي. فهم شايفين هلا طلع الشعاع، قاعد استنى الشعاع الازرق يجي عندي. فمجرد ما يجي الشعاع الازرق لازم اتوقع انه الحين تحرك مره مرتين ثلاثه أربعة خمسة، بعدين هلأ موجود عند المكان الذهبي، حاليا موجود على المكان الذهبي حسب توقعي. وقتها لازم أضغط مربع وراح يثبت. ما انتم شايفين، راح أعلمكم طريقة جدا سهلة لتسووها. مجرد ما يطلع الشعاع الأزرق عندي راح يتحرك مرة مرتين ثلاثة أربعة خمسة، هاي حسب الترتيب عندي. فاللي راح أسوي هلأ إني أشوف طلع عندي شعاع الأزرق، أعد واحد طلع لي شعار واحد، شعار الثاني اثنين، شعار الثالث، أستنى الشعار الرابع، بعدين خمسة. أول ما عدل الخمسة أضغط مربع على طول، بعدين راح تشوفوا إنه الشعار الأزرق فعليا إجى على المكان الصح. ما في داعي إني أشوف وأتوقع، فقط على عد، يعني بدل ما الشغلة تخليها بنظرك على عد راح تمشي وتضبط معك. بعد ما تسويها بكل بساطة مرة تانية راح ينفتح دائرة تانية أصغر، ولازم تجيبها على نفس المكان. طبعا هالمرة الدائرة اجت بمكان تاني فراح يختلف العد. هون العد عندي 4، 1 2 3 4، اضغط مربع راح تثبت العلامة الزرقاء على هالمكان. واخر مرة هي اسرع واحدة واصعب واحدة اللي هي بالنص، نفس الشيء تشوف وين فتحت، بس تكون الشعار الازرق عند الشعاع الذهبي، اضغط مربع وهيك تكون خلصت من الخطوة. اتمنى تكونوا فهمتوها، حاولت ابسطها قدر الامكان. طيب نروح للخطوة اللي بعدها. الخطوة اللي بعدها تحتاج القفاز تبع راع، القفاز الاصفر. عليك انك تجي تعطيه بايده لراع، تجي تحت ايده بالضبط تطلق عليه مربع وراح ياخذ الشعاع، وبعدين راح تشوفوا انه قاعد يطلق شعاع انتم شايفينه قدامكم. حاليا راح يجي هجوم زومبي، هجوم الوحش ابو 6 ايادي، فلازم تذبحوهم. بس اهم شيء تذبحوا الهياكل العظميه اللي معها دروع، اللي هي اللي راح تخرب عليكم شغلكم. راح تشوفوا انه في هياكل عظميه راح تجي كل شوي تحاول انها تحجب الشعاع. لو حجبت الشعاع مده 5 ثواني ولا 6 ثواني راح تخرب الخطوه. انتم شايفين هلا هذا الهيكل العظمي ماسك الدرع وقاعد يحجب الشعاع، لازم تذبحوه على طول. لو ضل 4 5 ثواني راح تخرب ولازم تعيدوا الخطوه من اول وجديد. فاذبحوا زومبي بشكل عام، بس خلوا تركيزكم على الهياكل العظميه. مجرد ما تخلص راح تنفتح بوابه هون وراكم، تعال اضغط مربع راح ياخذ الرمح اللي كنا قاعد نشغل عليه من شوي، وحط الرمح بايد راع. تعال ارجع على البيرك، اضغط مربع على ايده وراح تشوف انه مسك الرمح بايده، وبالتالي فينك الحين تروح وتاخذ القبضه الذهبيه اللي كنت حاطها بايده من نفس المكان الاولاني يلي طلعت منه القبضه. طيب الخطوة اللي بعدها، إذا كنتوا 4 لاعبين لازم كلكم تمسكوا القفازات بإيديكم وتروحوا على المسرح اللي موجود بالنص، راح تلاقوا فيه 4 دوائر ملونة موجودة على الأرض. إذا كنت لحالك امسك قفاز وراح تلاقي دائرة واحدة. فالمهم اللي عليك تسويه إنكم تمسكوا القفازات كلكم بإيديكم، راح تلاقي لكم 4 دوائر، كل واحد يجي يوقف على الدائرة تبعه، بس كلكم تكونوا واقفين على دوائركم، راح تصير الشاشة بيضة معناتها إنه بدأت الخطوة. طيب اللي عليكم تسووه هلا إنه بالمسرح او على حلبة راح تطلع دوائر، مو شرط كل اللاعبين، كم لاعب لاعبين او ثلاثة، المهم كل واحد يروح يوقف على الدائرة تبعه على نفس لون القفاز تبعه ويدبح الزومبي الملونين نفس اللون تبعه اللي على المسرح بضربات عادية يلي على الحلبة بالهولد. فالمهم بس تخلص من شغلك راح تصير شاشة عندك لونها ابيض اسود، ترجع على المكان خلاص انت دائرتك مو موجودة مالك علاقة، ضل واقف برا وباقي الشباب اللي دائرته موجودة على نفس لون القفاز يروحوا. فالمهم الشباب هون خلصوا، اجى دوري، اجيت وقفت على الدائرة تبعي الحين ادور اذا زومبي على المسرح فوق اذبحهم بالطلقات البسيطه، خلصت ارجع اوقف مكاني وتضلوا تعيدوا هالخطوه، تضلوا تعيدوها. انتم شايفين هلا المره السادسه تقريبا كان بس انا لحالي طلعت على المسرح، ما في اي زومبي، في زومبي تحت، اللي تحت لازم تذبحهم بالالتيميت او بالسوبر تبع القفاز مو بالضربات العاديه. لو قتلت الزومبي بطريقه غلط مع مثلا اللي موجودين تحت قتلتهم بالضربات العاديه راح تخرب الخطوه، ولو قتلت زومبي اصحابك اللي لونهم احمر مثلا وانت عندك القفاز الاخضر كمان راح تخرب الخطوه. فلازم تسووها كلكم صح، ما حدا يجيب العيد فيكم او راح تزبط. مش شايفين هلا هي اخر شيء تقريبا، انا كانت دائرتي الصفراء والخضراء فكانوا موجودين زومبي تحت، ما راح يطلعوا زومبي تحت وعلى المسرح بنفس الوقت، يا اما زومبي عندك يا اما على المسرح. فهي اخر خطوه، كل شوي الدائره تتكرر، يعني اجيت
تخلص اول مره، طلعت لي دائره مره ثانيه رحت عليها قتلت، طلعت لي دائره مره ثالثه، مو انه لازم ارجع، لا هي اخر شيء تصير شوي صعبه انه كل اللاعبين تطلع دوائرهم اكثر من مره. فالمهم بس تسووها كلها بشكل صحيح راح تشوفوا انه المكان اللي بالنص راح يطلع لكم ماكس امو وفلوس، وتعرفوا انه الخطوه هاي خلصت بنجاح. اهم شيء الكل يكون قاعد يشتغل مع بعض. طيب الخطوه اللي قبل الاخيره اللي هي الغرفه السريه، ففي رموز معينه لازم تحفظوها من الفيديو، تسوي سكرين شوت او شيء راح تشوفوها قدامكم حاليا. فلازم كمان شخصيه برونو وشو يكونوا موجودين او واحد منهم لو قاعد تلعب سولو. فالمهم الغرفه مكانها هون مثل ما شايفين على منطقه الباكا بانش، لازم واحد من اصحابكم يحميكم وواحد يحط الرموز. فمثل ما شايفين هلا اطلق بالترتيب اللي قاعدين تشوفوه بهالفيديو قدامكم. اول شيء المربع هاد راح يطلع مثل رمز كانه رقم 14، بعدين مو اللي فوقه اللي فوقه، بعدين اخر شيء يمين، نفس الترتيب كل جيم ما راح يختلفوا، بعدين اللي تحت، بعدين اللي على اليسار، وبعدين اخر شيء عندك مو على اليمين اخر شيء اللي قبله، نفس الترتيب بالضبط. اطلق طخه 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 باي سلاح، بعدين الغرفه السريه راح تكون جاهزه. يجي كلمه شخصيه شو وبرونو يضغطوا مربع وراح يطلع كاتسين، بس راح يشوفوه شو وبرونو اللي هو انه شخصيه برونو راح يذبح شو وبعدين راح يرجع يعيشه ويصير شخصيه شو من الجماعه او من الاوردر. هاي برا حل اللغز، هاي للقصه راح اشرح القصه بعدين ان شاء الله. فالمهم مجرد ما تخلصوا من الخطوه راح يرجعوا اللاعبين موجودين برا. اللي عليكم بعد تسووه انكم تستعملوا المونك الجديد اللي هي عصايه بيجاسس وتحطها على الدائره الزرقاء الموجوده هون، وقف جنبها بالضبط، استعمل العصاي راح تنحط بالضبط بالنص، راح يجيكم الحصان ابو اجنحه بيجاسس وراح باجنحته يرفع لكم مثل بو او ارو، راح تشوفوا حاليا قدامكم مثل سلاح فينا ترمي فيه سهم، سلاح جدا جدا ضخم. وحاليا راح تحتاج القبضة الهوائية مطورة، مثل لكم باللغز تحتاج كل القبضات مطورة. فالمهم تجي على هذا السلاح وتطلق عليه بالقبضة الهوائية بالهولد اللي هي اللي تضل ضاغط R1 او R2 وتحركها على اليمين، ضل تحركها على اليمين على اليمين، راح تشوف انه اخر شيء ارتفعت لفوق وكل شيء تمام. لازم تكون الحين راح اورجيكم كيف تاكد اذا صح ولا لا. تجي تطلع بالنص لازم تشوف انه السهم مقيم على الشعاع الاخضر، مو عليه بالضبط، على يمين الشعاع الاخضر بشوي. الحين ممكن حد يقول بشار انا الشعاع الاخضر مو شايفين شيء، بس تلعبوا راح تشوفوه، راح احاول ابين قدامكم حاليا. هذا هو الشعاع، ما يكون عليه بالضبط، يكون على يمينه شوي، لو غلط انزل تحت واطلق شوي عليها حتى يجي بالمنطقه الصحيحه. لو طخيت وما تحرك معناته خلص جايبه صح. اللي عليك تسوي بعدك انك ترجع على البدايه باستعمال الرمح تبع الشيلد، خلي الرمح تبعك عليه النار زرقاء، بس تروح تعطي نايف للنار نفس الخطوه بالبدايه، بعدين تعال مكان الباك بانش شغل فخ الاسيد وامشي فيه وراح تشوف انه الرمح تبعك صار عليه نار لونه خضراء، نار زرقاء مع نار خضراء. فعليك بعد هيك انه لو الرمح عندك خلاص عليه النيران الاثنين، تعال لفوق عند السلاح اللي طلعته واعطيه نايف او بالرمح اضربه ضربه، انتبه لا ترمي، لا فقط نايف عادي. راح تشوف حاليا انه صار النار لونها خضراء وطلعت الطلقه وخبطت بالمكان وصار راس التمثال طالع منه نار خضراء، بالتالي هيك جاهزين لنروح على البوس فايت. طيب تعالوا مكان البيك بانش راح تلاقي فيه بوابه ذهبيه، اضغطوا كلكم عليها مربع وراح يوديكم على البوس فايت. البوس ما هو صعب جدا، يعتبر من البوسات السهله، بس اصعب من اي اكس اظن، ونفس مستوى صعوبه بلود اوف ذا ديد تقريبا. فراح تشوفوا هالكاتسين قدامكم، راح يجيكم الحصان بيجاسس حواليكم، بعدين راح يجي الزومبي هذا لاول مره نشوفه اظن او شفناه بكاتسين بالبدايه، راح يرميكم على الارض ويذبح بيجاسس ويتحول بيجاسس الشرير اللي لازم نذبحه. ففعليا عندنا بوسين، اول شيء لازم نذبح بيجاسس الشرير، وبعدين الخطوه اللي بعدها بعد ما نذبحه اللي هي ان نذبح البوس هذا نفسه. فالمهم مجرد ما يخلص الكاتسين راح تعيشوا وراح تلاقوا انه موجودين انتوا بجزيره وفي ثلاث جزر حواليكم. فاللي عليكم تسووا انكم تذبحوا زومبي ابو ست ايادي بكل جزيره. فمثل شايفين هلا طلع لنا هون، كلكم اضربوه جدا سهل اذا عندكم اسلحه مطوره وسبيشل وهيك. فالمهم اقتلوا، مجرد ما يموت عليكم انكم تروحوا على الجزيره اللي بعدها عن طريق الاشياء هاي اللي على اليمين وعلى اليسار. المهم بس روحوا على الجزيره اللي بعدها، مثل شايفين قبل لا اوصل كانوا الشباب ذابحينه. فبعدين بس خلصوا روحوا على الجزيره الثالثه عن طريق انك تجي وتضغط مربع على هالمكان، راح تلاقوا الواقف ونيك قاعد يستناكم، اهجموا عليه قبل لا يتحرك اصلا وراح تذبحوه. مجرد ما ذبحتوه حاليا راح تبداوا تعاركوا بيجاسس، راح يطير فوقكم بيجاسس كل شوي، مجرد ما يطير فوقكم دمجوه بقدر المستطاع ار بي جي مطور بالقفاز باي سلاح، وبعدين مجرد ما يطير فوقكم راح يرمي عليكم كهرباء، فلازم تطلعوا من الجزيره ولا راح تموتوا.
خمسة شايفين هلأ اجا فوقنا دمجناه قدر المستطاع ورمى الكهرباء، وبعدين هون فينا كدمج حتى لو بعيد عنا، يعني أساسي أصحابي كانوا بالجزيرة الأولى قاعدين يدمجوا معاي. المهم بس تسوي دمج معين راح يطيح ومنتم شايفين يصير شكله بهالشكل، بعد هيك لازم تدمجوه بالسبيشالست. اظن ماني متاكد، اظن انه لما يطيح ما راح يتدمج الا بالسبيشالست، لان بجيمي انا ما كان يطلع لي هيت ماركر الا لما ادمجه بالسبيشالست، بس ماني متاكد، ممكن بعض الاسلحه ادمجه بس بالسوبر عندي ما كان يدمج. المهم مجرد ما يطيح لازم على طول تهربوا من الجزيره لانه راح يدمجكم بكهرباء ونار وغيره. فالمهم لازم تعيدوا الخطوه اكثر من مره، اظن المفروض انه يطيح بيجاسس 4-5 مرات تدمجوا حتى اخر شيء يموت بشكل كامل. فمثل شايفين هلا كان طايح، كان قاعد اطخ بسلاحي ما قاعد يطلع لي هيت ماركر مثل ما شايفين، فاظن بس بالسبيشالست. بعدين بس تشوفوا انه البوس قاعد يطلع الشعاع فوق راح يفجر احد الجزر، مثل ما شايفين هالجزيره على اليسار تفجرت، فانتبهوا لما يطلع الشعاع، لانه لو كنت انت موجود على الجزيره وتفجرت راح تموت بشكل كامل على طول. فاوكي المهم مره ثانيه قاعدين ندمج بيجاسس وبعدين نقتله بالسبيشالست. مثل ما شايفين هلا نحن موجودين على هالجزيره، انتبهنا انه قاعد تطلع دوائر بنفسجيه ونيران على الارض، معناته انه البوس راح يفجر الجزيره تبعنا، لازم نهرب على السريع. لو كنا 4 لاعبين على الجزيره وتفجرت جيم اوفر على طول، او لو كنت سولو وتفجرت جيم اوفر. فمثل ما شايفين هلا اخر شيء بعد ما يدمر الجزيرتين راح يجي بيجاسس يحاول يتعارك مع الوحش، وراح يذبح الوحش ويرميه، وحاليا راح نتعارك مع الوحش نفسه، ما عندنا الا هالجزيره بالنص. كيف تتعاركوا معه؟ راح يضل هو واقف فوق، راح يرمي عليكم كم رمح وراح يعيش كم بوس، نفس بوس اي اكس او البوس ابو 6 ايادي، بس تذبحوهم راح ينزل هو نفسه. مجرد ما ينزل دمجوه، بعدين راح ينحني انتم شايفين قدامكم، بس ينحني دمجوه قدر المستطاع، بعدين راح يهرب ويطلع فوق مره ثانيه، ومره ثانيه راح يعيش كم وحش نفس وحش اي اكس وابو 6 ايادي، هو من فوق يرمي عليكم كم رمح. مجرد ما تذبحوهم راح يرجع مره ثانيه دمجوه، راح ينحني، وبس ينحني دمجوه قدر المستطاع، بس ينحني اهم شيء بالسبيشالست اذا فيكم، لانه هي الدمج اللي راح ينهي لكم الجيم اللي هو دمج الانحناء. فمثل ما شايفين هلا دمجناه بكمية كبيرة وخلص، بس تشوفوا انه انحنى وما في حواليه الأضوية الأورنجية، معناتها انه مات وراح يختفي هلا ويطلع لنا مكانه الكي، وبالتالي خلاص بنكون خلصنا. تاخذوا الكي وراح يشتغل كاتسين وينتهي الجيم. فيا شباب هالفيديو اليوم اتمنى يكون عجبكم، اتمنى من هذا الفيديو لا تنسوا تعملوا الفيديو بزر لايك، شاركونا بالكومنت اذا عندكم اي سؤال، وقلت لكم شوفوا الفيديو الاول اللي فيه شروحات الاشياء غير اللغز راح تحتاجوها، واذا بدكم تشوفوا ردة فعلي على الكاتسين موجوده بنهايه الفيديو حاليا او ثاني لينك موجود بالوصف، شيكوا عليها. وبس كان معكم شركيه وشركه كيشكم ديها الثاني، ان شاء الله مع السلامه.